لو سمحت كده كام؟ الحساب 22. اوكي اتفضل. معكيش فكة يا استاذة؟ لا. طب معاكي 2 جنيه وتاخدي 30؟ اوكي هشوف لحضرتك. اتفضل. اتفضل. شكرا. الأجرة كام لو سمحت؟ 9 جنيه. اوكي. انت دفعت؟ جماعة حد تاني كده ورا ما لسه ما دفعش؟ كله دفع؟ اوكي الأجرة 9 جنيه، بس أنا مش معايا 9 جنيه دول فكة، فأنا مش عارفة أعمل إيه. كده أنا هدفع 20 جنيه، بس كده هيرجع لي كام؟ الباقي كام؟ طب ما انا ممكن ادفع جنيه زياده ويجي لي 10 جنيه، يعني ادفع 21 ويجي لي 10 جنيه عشان الاجره 9. الله انا شطوره جدا وذكيه قوي. مامتي هتبقى فخوره بيا قوي ان انا بقت اعرف في موضوع مش عارف هاتي جنيه وخدي 10 يا استاذه، هاتي جنيه وخدي 5 يا استاذه والحاجات دي. الله بقت اعملها من غير ما هو يطلب مني. يس اتفضل. ايه ده الاجر؟ بس دول 21 جنيه والأجرة 9 جنيه. طيب أنا مدياك 20 وجنيه، يعني أنا الباقي بتاعي 10 جنيه عشان الأجرة 9 جنيه. أوكي راحتك. اوكي طب خد يا اسطى كده الابره كلها ورا. ايه ده ولد ومش عارف يحسبها ازاي وانا اللي عارفه احسبها؟ يا كسوفه. ماما هتبقى فخوره بيا قوي لما ارجع البيت واقول لها عشان اخيرا فهمت في الاجره. غبيه دي ولا اوكي اتفضل احنا جايبين زي بعض. كم كده لو سمحت؟ كده كله على بعضه 18 جنيه. اوكي اتفضل. شكرا. شكرا. خدي هنا بسرعه. ما دفعتيش. مش انتي دفعتي؟ لا ما دفعتلكيش. وانت فاكره ان انا دفعتلك ولما هنمشي انتي هتديني الفلوس دي زي ما بنعمل كل مره؟ لا بس انا المره دي ما دفعتلكيش. اوكي ثانيه واحده. ثانيه واحده معلش سوري. ثانيه واحده. هي بتعمل ايه؟ هي انا مش عارفه، انا مش فاهمه هي بتعمل ايه. اتفضل ده حسابها. اتفضل شكرا. ثانية واحدة بس. شكرا. تعالي ثانية ثانية واحدة. يلا يلا. يا بنتي بس أنا مش فاهمة. مش فاهمة إيه؟ إيه اللي مش فاهمة؟ أنتِ دفعتي كام دلوقتي؟ 9 جنيه. الحساب 9؟ يعني أنتِ ليكي كام؟ 9 جنيه. أنا أديكي أنتِ كام؟ ايوه انا عايزه منك 9 جنيه. 9؟ متاكده؟ امال 18 ديفايدد 2 بكام؟ 9 جنيه. 9 ازاي؟ طب ما اصل انا كنت بحاول، هو قال 18 فانا كنت بحاول 18 ديفايدد 2 بكام عشان هو ال 18 انا وانتي، ف مش 18 الواحد فينا ب 18، الواحد فينا بكام؟ انا ماشي ما انا 18 ديفايدد 2 بكام؟ 9 جنيه. انتي مش فهماني، يعني انتي دفعتي له كام وانا مفروض بقى دلوقتي انا ادفع لك انتي كام؟ اقسم بالله العلي العظيم 9 جنيه، والله العظيم 9 جنيه.
9 جنيه. اتفضلي اشرب. انت هبله يعني؟ انت كل ده واقفه قاعده بتحسبي 18 ديفايدد 2 بكام؟ ب9 حسابك 9 جنيه. انا محتاجه منك 9 جنيه. ايه الصعب في كده؟ ايه اللي انت واقفه قاعده تدي لي بصعب؟ تعبت ايه؟ انت محتاجه الدرجات دي؟ اشرب في ايه؟ خلاص يا ستي خلاص. خدي امشي الشخص. خدي بس يا ستي امشي امشي قدامي امشي قدامي عشان انت هتشليني والله العظيم. امشي. كده حسابك يا اشرقت 105. 105 اوكي. وانت حسابك 125. خدي حسابي اهو 200 جنيه. طب معكيش فكه؟ لا. طب دي كده ازمه، انا مش عارفه انا ازاي احلها لك. طيب خلاص بيفكي. طيب خديهم وبيفكي بقى. طب استني بس عشان ايه افك ازمة. اولا كده خدي ده حسابي انا، فك اهي. ماشي. خدي 5 جنيه لاشرقت اهي، وخدي منها 100. طيب هاتي كده اشرقت 100. تمام. خدي الخمسة جنيه اللي انت لسه دفعها لي دلوقتي. ماشي. بكل بساطه كده خدي الخمسة جنيه بتاعتك. امال انا قاعده بهادي وادادي من الصبح ليه وما طلعتليش الخمسه ليه؟ اقول لك معاكي فكه تاني ليه؟ معيش فكه. ليه معيش فكه؟ ما انت معاك اهو. ايه ده، هو انت كنت عايزه 5 جنيه؟ امال انت كنت فاكره ان انا عايزه كام؟ مش انت حسابك 105؟ انت مديالي 200 جنيه 100 و100. بسالك معاكي فكه ولا لا؟ وهي الفكه دي 5 جنيه؟ لا اله الا الله. بت ما تعصبيش ما تعصبيش، انا مش ناقصه قاعده دايره حوالين نفسي من الصبح وفي الاخر يطلع معاكي فكه. ما انت ما قلتليش كده، انت ما قلتليش انت عايزه كام. معرفش. وانا هعرف منين انك عايزه 5 جنيه؟ بتزعقيلي ليه دلوقتي؟ لا 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 ثانيه بس، هي اشرقت كده انت كنت المفروض تقولي لها انت عايزه كام بالظبط، يعني ما تقوليلهاش معاكي فكه وتسيبيها كده عايمه. قولي لها انت عايزه كام بالظبط عشان اشرقت ما بتفهمش في اشرقت كده. يعني هي كده يعني ايه؟ امال انا لما قلتلك انا عايزه منك فكه انت افتكرتي انا عايزه منك كام؟ الفكه دي انا افتكرتك عايزه 95 جنيه. اللي هو انا هجمع لك 95 جنيه منين يعني؟ لا طبعا هتاخدي 195 جنيه. دي مش عارفه اجمع لك 95 جنيه دول. 195 بتوع ايه؟ 195 لا ده ال 95 جنيه دول كانوا هيكونوا الباقي بتاعك لو حضرتك اديتيني 200 جنيه. لا طبعا ازاي؟ اشرقت انت هبله؟ انا معايا خمسات كتير بس. هو انت اللي ما قلتليش انت عايزه كام. اتفضل يا اسطى لو سمحت. 1 لموا الاجره مع بعضكم ورا يا حضرات. اتفضلي. 1 ايه ده؟ لا يا حبيبتي لميها انت. ما اصل انا مش هعرف. ولا انا يا حبيبتي، انا مش بعرف الم الاجره، وحتى لو بعرف انا اصلا نظري كعب كوبايه، انا مش شايفاكي. هشوف الم الاجره ازاي. الف سلام على حضرتك. عموما خدش 2 من ال50 جنيه. دي 50 جنيه. حضرتك كده ليكي كام؟ لا يا حبيبتي معرفش ليا باقي كام. احسبيها انت بقى واديني الباقي. انا مش هحسب، مش بعرف احسبها انا. حضرتك ليكي كام؟ اتفضلي الاجره ورا. دي ليكوا كام ورا؟ لا مش عارف احسبها، واحنا كده العربيه كلها ورا. لا لا الحسبه فينا يا جماعه. انتوا ورا ليكوا كام؟ انت دافع كام؟ 2. طب انت دافع 4. طب كده كام ورا يا جماعه؟ يبقى طب خلاص احسبيها انت بقى يا استاذه. اتفضلوا كده انتوا جمعوا الفلوس. انا مش عارفه، انا مش عارفه، انا مش عارفه، انا تايهه، انا تايهه، مش عارفه اجمع، مش عارفه اجمع حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. اهو الجيل بقى بتاع اليومين دول ما بيعتمدش غير على الحسبه وسنينها، وما بيعرفش يحسب ولا يعمل حاجه. شوفي منظرها يا عيني. اتشطري بقى يا حبيبتي في المدرسه بتاعتك كده، ها، عشان تعرفي تحسبي ما تطلعيش زيها.
حاجة بيها عليك يا زمن. يا ربي بقى الفندنج ماشين دي وحشة قوي، مش راضي ليه تاخد الفلوس الورق، مش فاهمة يعني، مش عارفة تتعرف عليه. طب هي خدت منك كام؟ خدت مني 5 جنيه الورق، دي الوحيدة اللي راضية تاخدها، وانا عايزة حاجات ب5 + 8 جنيه يعني كام؟ طب هقولك على حاجة، استنى انا معايا كوينات ماشي، هحط لك 3 جنيه كوينات في الماشين دي، وتطلعي ايه الحاجة اللي ب8 اللي انت عايزاها. اوكي يا رب الخمسات دي يا رب يكون معايا كافي. اوكي 1 2 3 اوكي هم دول اللي معايا. اوكي اتفضلي، دول ال3 جنيه اللي انت دفعتيهم لي في الفندنج ماشين. طب هو انت كنت عايزه ايه تاني؟ كنت عايزه ب5 صح؟ طب خلاص بصي خدي 2 جنيه كده على ال3 جنيه دول، وهاتي اللي ب5. هو انت كده طب ازاي؟ هو انت كده طب دفعالي كام؟ ثانية واحدة، هي دفعتلي كام؟ 2 3 4 5 ازاي؟ يعني 5 جنيه و3 جنيه كانوا في الفندنج ماشين، يعني هي كده دفعتلي كام؟ انا اديتك 8 جنيه؟ طب انا هجيب لها 8 جنيه منين دلوقتي؟ لا ازاي؟ اوكي بالراحة نرجع من الأول، هي دفعتلي 3 جنيه جوه الفندنج ماشين، وانا حاطه لها ايدي حطيت لي 2 كوينز. امال ال 1 2 3 دول جم منين؟ لا اوكي ال3 جنيه دول انا اللي كنت هديهم لك، انا دول بتوعي انا. اوكي انا طلعتهم من هنا، بس انا المفروض ارجع لك كام؟ 1 2 3 دي بتحسبها؟ دي بتحسبها؟ خمسة، المفروض ارجع لك 5 صح؟ الغباء بتاعي ده، بس انا هاخد ال5 جنيه دول احطهم في الفندنج ماشين، يعني انا المفروض اجيب لك 5 جنيه تانيين كوينات؟ انا مش معايا غير 0.5 جنيه اللي فاضل في الكوينات. اديني بقى الخمسات الورق الزفتة اللي في ايدي، مش عارفة اوديها فين دي. بصي انا كده مش هينفع، اصل انا مش معايا، انا كده المفروض ارجع لك 5 جنيه، بس انا مش معايا 5 جنيه كوينز عشان اعرف ارجعها لك بقى. بصي لا بصي خلاص، خدي انت بقى، المفروض تاخدي كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه هتجيبها. انا معايا 5 جنيه ورق، يعني انا ممكن ارجع لك ال5 جنيه الكوينز دي ورق. خدي دي ال5 جنيه بتاعتك، اتفضلي. يا حمد الله على السلامة، اخيرا يا شيخة حمد الله على السلامة، طريق كان طويل. انت كنت بتحسبي في جدول الضرب كله، قاعدة بتعدي في صوابعك وبتحسبي في جدول الضرب كله عشان خاطر توصلي لحتة بتاع البسيطة دي. اشوف يا اخي سبحان الله. صح ايه الغباء بتاعي ده؟ معلش اصل انا مش بعرف في الفلوس. من غير ما تقولي حبيبتي، ما هو باين عليكي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. الحقيقه خليني اقول لكم ان كل الاحداث اللي حصلت دي هي احداث حقيقيه وحصلت بالفعل في الواقع وبالملي، يعني انا مش بأفر ولا حاجه، لا هو فعلا انا بمثل اللي حصل بالظبط. ومواقف تانية غيرها كتير، بس يعني دول اللي انا فاكراهم دلوقتي، بقى ما عدتش بعد من كتر المواقف الحقيقه. ايوه انا هذا الشخص اللي لما بتيجي سيره الارقام او الفلوس او اي حاجه فيها فلوس مخي بيقف، ومش بعرف ان انا اعمل اي حاجه. وقف عن العمل في كل ناحيه، يعني لو رحت اشتريت حاجه والكاشير اداني الباقي، انا مش براجع وراه ولا بعد وراه. ليه بقى؟ لانه انا اصلا مش عارفه الباقي بتاعي كام، يعني انا اصلا هقعد اعدها قدامه، يبقى معناها ان انا عارفه انا الباقي بتاعي المفروض يكون كام، بس انا اصلا مش عارفه. فانا حتى لو عديت، ما انا مش هعرف هل هو نصب عليا ولا مخنصر مني، فبروح اخدهم منه زي كده اهو، بقول له شكرا واحطهم في جيبي وامشي، وبفترض حسن نية الشخص اللي قدامي وبتمنى ان هو يكون امين. مش هعرف لو نصب عليا، يعني بقول يلا انا ماليش دعوة، يعني ربنا يحاسبه بقى لو كان نصب عليا ولا ايا كان. ليه بقى؟ لان انا هبلة، يعني المواقف دي حصلت بالفعل بالملي بالحرف مع اصحابي ومع زمايلي، هم في الاول ما كانوش متعودين على الموضوع ده مني. انا مش بعرف اعد الفلوس ولا بعرف افهم في الفلوس اصلا ولا اي حاجة. انا مش عارفة هل انا الوحيدة اللي في الدنيا كده؟ ولو حد زيي كده يا ريت يكتب لي في الكومنتات تحت علشان ما احسش ان انا لوحدي. لو انتوا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، اعملوا سبسكرايب للقناه على اليوتيوب علشان يوصل لكم الفيديوهات اللي جايه، واكتبوا لي برده تحت في الكومنتات لو انتوا حابين تشوفوا فيديوهات معينه، وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمي اعتذر على الشاشه فيسبوك انستغرام وتيك توك. انا بنزل فيديو كل يوم جمعه، فما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات دي. وبس انا بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامه.